بسم الله الرحمن الرحيم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، القواعد الأصولية المؤثرة كتابنا درس مزدوم الترامس. سيد كان درس مزدى قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره من الصحابة. قاعدة سنة كان كامس وشو قاعدة أصدق إكتا أقيدة بمسألة ذكر خياندك شنو برين سنة كان درس أتك كينش مسألة كيف تختقين كامس. المسألة الثانية الرد على من يرى الخروج على الحاكم الفاسق. فاسق حاكم يقرش تشقش جايز دي ديان لرغة رديا. يشترط العلماء شروطا عدة لا بد من توفرها في الحاكم أو الخليفة أو إمام المسلمين. علماء لر خليفة دا حاكم دا يوكي مسلمان لرنين إمام دا طبلش كريب وغان bir qancha shartlarni zikr qilishadi. Min hal adala, shu shartlardan biri adolat shart. Wa hiya an yakuna mura'iyan li janibi ad-din qa'iman bi awamirillah mujtaniban li nawahihi. Ya'ni dinga rioya qiladigan, Allohning aytganlarini qilib, qaytganlardan qaytadigan, chetlanadigan kishi bo'lish kerak. Imom, xalifa. Li anna min a'zami al-masalih al-maqsudi tahqiquha bil wilayati wal imamati iqamati ad-din بين الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ورفع ظلم الظالم عنهم لا تسليط الظالم عليهم. چونكي ولايات إمامتان رؤيا بكشخش مقصد قلنجان إن كتا منفعت لردن بري آدم لر آرسدا ديننا قائم قلش. نما بلان بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ولارنا معروف كبيروب منكردان قيترش بلان وظالم نزلمنا ولاردان دف قلش بلان. لا تسليط الظالم عليهم ديبت ظالمني ولارغا حكم راح قويشماس بلكي ظلمني دفع قلش چون خليفة تاين قلنا دا. أما الفاسق فلا يجوز عقد الولاية له ابتداء. أما فاسق كشيغا باشتان باش ولايتني بير بوميدي. يعني فاسق كشينا خليفة تاين لبوميدي لأنه إذا كان فاقدا للعدالة في نفسه فلن يقيم العدالة في غيره. چونكي اوزي عدالة لبوميغاندان كين başqa bir oğa nisbətən həm adalət qaim qılışı təsavvur qılınmıydı. Vələkin izə təğallab aləl hukmi fəsikun və qatilun həttə istataa an yəğliben nəsə və yətəvəllə aleyhim bil quvvə. Ləkin bir fasıq kişi kelib, qalib kisə, can qılıb, istataa an yəğliben nəsə və yətəvəllə aleyhim bil quvvə, küç bilən hakim bu vəsə. Küç bilən hakim bu vəsə, quvvət bilən. Əv kənə məsturan həluhu thumma zahara fiskuhu yəki başıda مسلورا حاله حالته نعمل بلوب كين فسقنا ظاهر خيام بسا. فهل تسقط طاعته ويجوز الخروج عليه ونا طاعته ساقط بلوب يعني طاعت خمسة هم بلاده عندهم خارج شخص بلاده قرار كتير بشخص بلاده ديجان مسألة بلاده يعني شو يا خارج شخص بلاده من يومه فاسق بجنن كين يا كي فاسق بجن كشي باشتن باش نمقصه قوة بلن حكم نقصة خليفة بواسة شو يعني قارش شخص بولادم. الجواب جواب شكي أن الأدلة الشرعية قد دلت على أنه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه. شرعي دليل لرجع نظر سوسيك ونجا إطاعة قلش واجب بولاده قارش شخص حرام بولادم. فمن الأدلة التي توجب طاعة الإمام وتمنع من الخروج عليه إذا إمام جا إطاعة قلش نواجب قلاديان ونجا قارش شخص نمان قلاديان دليل لردن بره البتة إمام جا إطاعة قلشنا واجب قلاديان ديان بيتة في غير معصية الله ديلاد الله نمع سيادتان باش خنر سادة طاعت قلش كوزة تتليات البتة. ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. كم أمير دان يقمقان برنرسان كرسا صبر قسن. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات. كم جماعة تان برقارج شقان خالد وفات اتسا إلا مات ميتة جاهلية جاهلية ولمد أوليان بلد ديليت. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله.
وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، وفي رواية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أنا شو حديث هم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة في المنشط والمكره دي اللي. يعني بس أمير جا بويسنش جا بطاعة خلش جا بايعت برجامس كينشلك تهم كينشلك تهم لماش منشط يعني كينشلك ينجلك تهم أغرب يتهم يعني خاخ حاكم عدالت لي بوسن خاخ ظلم خيام بوسن ناقت إي نظر بويسنش جا لما خيامس بايعت برجامس دي اللي يبت. وأن لا ننازع الأمر أهله، يعني شو إشنا وزن أهلدان لما كميمز أمسلك بيئات بيردي، يعني ونقارش قارش تشقب أولشك حركة أمسلك بيئات بيريامز دي ليبت. وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا كير دبلسك هم حق بلان قائم بلوش حق نرسانة هاي تشك بيئات بيرديك اللهنا يولده برار بالمرامتشنا مرامتدان قرق مسلقيمزك بيئات بيرديك ديابت. başka bir rivayette nima deb keladi istisno qilib illo Allohning nazdida qo'linglarda ochiq bir hujjat bo'lgan holatda ochiq bir kufrni ko'rsanglar hokimdan unda unga qarshi chiqsa bo'ladi degan istisno aytilgan. Albatta mana shu yerdagi ochiq kufrni ko'rsa qarshi chiqsa bo'ladi degan jumla ham nima bilan qayd qilinadi? Shu hokimga qarshi chiqib uni o'rnidan olib tashlashlikka qodir bo'lish imkoni bo'lsa. Aniq küfürünü kıldı, gördüyüz, açık küfürünü kılı yaptı. Lakin bu oldu, çıkılırken hadis ruhsat verdi deyilmiydi. Ta şu narsanı oranına alıp, başkanın oranına koyuşka, közü yetse yine bu ruhsat deyildi. Ama mesela ruhsat verilmiydi. Kale Şeyhul İslam, rahimahullah, ba'da iradihi hadithi ubadete radiyallahu anh, fehâda emrun bitta'ati ma esti'thari veliyyil emr, ve zâlike zulmun minhu. Yani bu veliyyil emrını, öyle emirini, istithar yani haqni o'ziniki qilib turgan bo'lsa ham ya'ni nohaq bo'lsa ham unga to'at qilishga buyurilyapti. Zalika zulmun minhu bu narsa zulm ya'ni podshodan sodir bo'layotgan bir zulm bo'ladi-yu o'sha amirdan. Va naha an munaza'ati al-amri ahla va naha an munaza'ati al-amri ahla yuqoridagi alla nunazi al-amra ahla ko'zda tutyapti. Yo yo istithar üç alışmaz. Bitti üç alışmaz. İstihsar veli il emr. Ege istedi mi? Hudbenlik. Ve şimdi okşaşırak. Şimdi okşaşırak bana bu yerde. Yani veli fakat öz tarafını öyle yaptı. Halk tarafını oylamayı turban. Bu zulüm bundan. Böyleyken bu zulüm buladı. Lakin şimdi de itaat kılıç gibi yürüdü. Ve neha an münaziyeti il emr ahle. Ve bana bu işini öz ahliden tartu alışılıktan kaytardı. Ve derlike nehyun an hurucu aleyh. Bunda ise hakim ve karşı çıkışılıktan kaytarış var bana bu hadiste, bana bu cümlede. وقد تكاثرت النصوص عن العلماء في ذلك فمنها برينج خاشيغا اتوار برسيلر بريس 93 بيتا شيخ الإسلام سوزلار بار ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. أهل السنة هيتش قاچان إمام لاريا قارشي قلش بلان چخش لكنا ما قلش ميدي تورد بالميدي ديابتا وإن كان فيهم ظلم أجر كي أولارد ظلم بسهم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم. چونك وشاء أولا أن يقارس تخش لكتا جان قلش لكتا وفتنة حاصل بولش لكتا بولا ديان فساد أولارنا ببترغان ظلم بلا ببترغان فساد تنكرة بدون قتال ولا فتنة قتال سيز فتنة سيز أولارنا ظلم bo'layotgan fasoddan ko'ra nima narigini fasodi kattaroq deyapti. Fala yudfau a'zamul fasadayn biltizami adnahuma. Endi ozroq zulmni ketkazamiz deb undan kattaroq bir mafsadani keltirib chiqarmaslik kerak. Wala allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun mana shu yerni e'tibor beringlar. La yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala zi sultan illa wa kana fi khurujiha min alfasad ma huwa a'zam min alfasad alladhi azalathu deyapti. Yani kaysa bir zamanda bulmasın, sultanga karşı çıkanlar galiben ziyanı sultanın kalışlıgiden köre köprah bugün değil yaptı. Şimdi la yakadu yu'raf diye yaptı. Diğerli şu narsa malummaz tarihte diye yaptı. Sultanga karşı çıkıp bir şunu oranına oturup uyağa mesela adalet hüküm sürgen halat diğerli malummaz tarihte diye yaptı. Galiben karşı çıkılsa ziyanı köprah burada karşı çıkışına.
shu bo'yicha qolgandan ko'ra deyilyapti. Albatta bu yerda hozir ikkita narsani orasini ajratib olishimiz kerak. Ularga qarshi chiqish masalasi bir masala-yu, lekin masalan haqni o'rni kelganda hikmat bilan bayon qilish masalasi yoki ularni nohaq bo'lsa ham qo'llab-quvvatlash masalasi, bu boshqa masala. Bu boshqa masala. Faqat takatharat an-nusus anil ulama fi zalika famin hadiyat. Bu haqda olimlardan juda ham ko'p so'zlari bor. Shulardan qol Abu Zur'ata va Abu Hatim ar-Raziyani rahimahumullah fi aqidatihima allati hakayaha an ulama al-amsali va jaa fiha. Aqidat ar-Raziyayn degan kitob bor. Kichkina matn. Bu ham e'tiqod matnlaridan. Odatda bir qancha shayxlar sharhlashgan, buni davralarda sharhlashadi. Shayx Abdulaziz Tarifini ham sharhi bor. Shu kitobga yozgan sharhi bor. Xullas, mana shu kitobda keladi. Wala nara al-khuruj 'ala al-a'immati wala al-qital fi al-fitnati. Wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu 'azza wa jalla amrana wa la nanzi'u yadan min ta'atin wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu ash-shudud wal khilaf wal furqata. Demak, la nara al-khuruj 'ala al-a'imma deyapti. Imomlarga qarshi chiqishni joiz deb bilmaymiz deyapti. Bu kimga raddiya bu? Qaysi toifaga raddiya bo'ladi bu gap? Xavarijlarga. Xavarijlarda shu qarshi chiqish bor. Qolal qitala fil fitna. Fitnada jang qilishni ham to'g'ri deb bilmaymiz deyapti. Fitna paytida chetlaniladi iloji boricha musulmonlarning orasida bo'layotgan bo'lsa jang bir tarafga o'tib olinmasdan chetlaniladi demoqchi. قال الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ما نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يؤمروا بمعصية ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة تمك إمام الطحاوي هم عقيدة الأرض مشهور عقيدة الأرض لا نرى الخروج على أئمتنا ديبت إمام لارمزجا موالي لارمزجا قرص شخصنا جائز دب الميمز وإن جاروا ديبت أجر كيزول مقصهم ولا ندعو عليهم ولارنا زيانة دعاء قميمس يكي أولار دعاء بات قميمس ولا ننزع يدا من طاعتهم طاعة باشترت ميمس ونرى طاعتهم من طاعة الله أولار إطاعة قلش والله كي إطاعة قلش تبلامس فريضة ديبت ما لم يأمروا بمعصية ما ضامك معصية كبير مسا ما نشو تشيك لومهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة أولار عافيات وصلاحيات تلبت وأقلام زلان حق جديد. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام يتدلركي ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون قتال الأئمة من أصول دينهم. دمك شيخ الإسلام نسوز ده بدأت أهل الأردن معتزلة لر ما خلر كان إمام لر يخالص شخص جائز دبلاديان لر شو لر كان أولر من أصول دينهم ديننا أساس لردن دبلاد dinin asoslaridan deb biladi. Buni 5 ta asllari bo'lsa, ularda 5 ta aslni biri al-amru bil ma'ruf va nahy anil munkar. Ya'ni bundan maqsad shu hokimda zulm ko'rdikmi, bu amr ma'ruf bobidan deb turib qarshi chiqishni mana shu aslni ostiga kirgizishadi. Va dhahaba ba'dhum ila jawaz al-khuruj 'ala al-a'immati al-fasaqa. Endi ba'zilar fosiq imomlarga, xalifalarga qarshi chiqish joiz deyshgan. حاشيه نسب هذا القول شيخ الاسلام الى الخوارج والزيديه والمعتزله وطائفه من الفقهاء وغيرهم نبت شيخ الاسلام bu sözünü caiz deganlarını kimga nisbat bergan ekan xavarijlar zeydiyalar mu'tazilalar va bir qancha bir toifa fuqaholar deyapti bir toifa fuqaholar ham shu caiz deganlar bo'lgan ekan shu caiz deganlarni ham dalillari bor shulardan biri minha qiyam husayn ibn ali va abdullah ابن الزبير رضي الله عنهم على بني أمية حسين بن علي عبد الله بن الزبير أموي لرغة قرشة بني أمية قرشة لما خلش كان تشخش كان كو دب شنو هجات خلش كان وتأولوا قوله وأن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل وأهل الحق طيب حديث كان ما دب جواب برامس بز بو إشنا بزنا أهل دان ترطوامي مز ديجان حديث كان haq ahli bo'lsa yoki adolat bilan boshqarayotgan xalifa bo'lsa, u ishni qilmaymiz deb tafsirlik qilishgan. Aqila bal hada muxatabatan lil ansori alla nunazi'u quraishan al khilafa yoki ikkinchi bir ma'noni berib, bu ansorlarga xitob qilinyapti. Qurayshliklardan nimani olib qo'ymaslik, hukmni, xalifalikni olib qo'ymaslikka shu ansorlarga qaratilgan bir buyruq bo'lyapti bu. Bizga taalluqli emas.
deyishgan. Xo'p, mana bu ularni endi dalili. الربط بين القاعدة والمسألة تبين مما سبق أن من ذهب إلى جواز الخروج على الحاكم الفاسق من مستنده في ذلك فعل صحابيين من الصحابة رضي الله عنهم. demek caiz deganlarni hujjatini nima bo'lyapti? Ikkita sahobani qilgan fe'li bo'lyapti. Sahobani fe'li hujjatku. Ana sahobalardan qarshi chiqqanlar bo'lganku imomlarga deyishadi, fosiq imomlarga. ويجاب عن استدلالهم هذا بأن ثمة من الصحابة من خالفهما ولم يوافقهما على رأيهما. ularning bu hujjatiga quyidagidek javob beriladi deyapti. بأن ثمة من الصحابة من خالفهما. lekin sahobalar orasida bu ikkita sahobani qilgan ishiga kelishmagan sahobalar bo'lgan. لم يوافقهما على رأيهما بلان فكرية كلشمغان. ومما يدل على ذلك ما ذكره ابن الأثير رحمه الله عن خروج الحسين رضي الله عنه فقال خب أولا يقارش كان صحاب الله بار لغن نما قوة ليدة ابن الأثير أسطو الغابة كتاب ده ذكر خيان من أبو تاريخي واقية اعتبتك فأتاه كتاب أهل الكوفة مكن كتاب تكرش كأن ما نكرش كري أصل ما نبان بالكارك ويش كري كان أخصات مكتوب تين ده فأتاه كتاب أهل الكوفة وهو بمكة يعني مكة ده ترغيان بيتا أهل كوفة مكتوب يتفكيل ده مكتوب يتفكيل هذا فتجهز للمسير كين حسين بن علي نتيبت حسين بن علي مكة ده ترغيان بيتا كوفة لكلار وز طرف كشاخر هذا بز طرف كلين ده بشاخر جامش مكتوب يتفكيل ده فتجهز للمسير شاخر چخشك أطلن هذا فنهاه جماعة منهم وبرقانشا كشلر وشه بيتا حسين بن علي نقيتر هذا أخوه محمد بن الحنفية شو الأردن محمد بن الحنفية وزنا كاسب ولاد وكاس وكاسب وليابت محمد بن الحنفية كايترجان وابن عمر ابن عمر كايترجان كنلر وابن عباس وغيرهم ابن عباس وأنهم بشخلرهم كايترجان كان دي ليابت دمك أنا بو بيتا صحابة فكرة قارش تقش بو جنبلا كوجان صحابة لر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وهكذا إلهم ده وأنهم كلا أفضل راه بقى بشكى صحابة لابو إشتان قيتر جان وقال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ألا يخرج عندما الحسين رضي الله عنه جاء شو العراق أهلنا مكتوبة يتفكي جان بيتا لما كاتبوه كتبا كثيرة دير جدا هم كوب خطي ورغاني كان دين كيلين دي بتلاب قلب شندا برقانشا أهل إلم نار دين أهل مثلا ابن عمر ابن عباس أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وشم يوخشش لر ألا يخرج قارش شخمس لك ما خيان شاقر جان ديبت وعليه فلا حجة لهم في فعل هذين الصحابيين مانا شنجي كرا جائز يعني فاسق حاكمية قارش شخص جائز ديگنلر üçün mana bu ikkita sahabini fe'lida hech qanaqa hujjat yo'q. Hech qanaqa hujjat yo'q. Binaan ala al-qa'ida al-usuliyya. Bu qaysi qoidaga binoan? Quyidagi usuliy qoidaga binoan min anna qawl as-sahabi laysa bi hujjatin idha khalafahu ghayruhu min as-sahaba. Sahabini sözü hujjat bo'lmaydi agar boshqa sahabalar unga xilof chiqsa deyildi. Bu yerda qawldan maqsad ayni sahabini o'zini sözü emas, balki sözü ham fe'li ham kiradi dedik. Sözü ham fe'li ham kiradi, shuning uchun ba'zilar mazhabu sahabi deydi. Mana shu qoidaga ko'ra boshqa sahobalar qarshi chiqqanligi uchun bu ikkita sahobiyni so'zi hujjat bo'lmaydi yoki qilgan ishi hujjat bo'lmaydi. Idofatan ila anna al-ahadith al-amira bi sabri ala jawr al-a'immati tu'ayyidu ma dhahaba ilayhi akthar as-sahaba. Yana undan boshqa imomlarni zulmiga sabr qilishga buyuruvchi hadislar ham shu aksar sahobalar tutgan yo'lni quvvatlaydi. Bu ikkita sahobiyni qilgan ishi emas, balki unga qarshi chiqqan aksar sahobalarning yo'lini quvvatlaydi. Ya'ni dalillarning zohiri ham shu o'zi. Amma istaqarra alayhi ahli sunna ba'dahu min adam al-khuruj ala al-hakim al-fasiqa va ahli sunnani mutlaqo fosiq bo'lgan hokimlarga qarshi chiqmaslikka bo'lgan e'tiqodi ham, undan keyin istaqarra degani, ya'ni boshida go'yoki xilofdek bo'lsa ham bu masala, ba'zi sahobalar chiqqan bo'lsa ham, keyin istaqarra ra'yuhum ularni e'tiqodi shu mana shu masalaga kelib, ya'ni umuman qarshi chiqib bo'lmaydi degan narsaga kelib to'xtagan deyilyapti. Shuning uchun 3-chi xoshiyada Shayx al-Islom aytibdiki, min hajis sunnada an-nabaviyada istaqarra amru ahli sunna ala tarki al-qital fi al-fitna lil ahadith as-sahihah thabitah an an-nabi sallallohu alayhi va sallam va saru yazkurun hada fi aqaidihim. Bu masalani o'zlarining aqida kitoblarida zikr qilishadigan bo'ldi. Ko'rdik, Imom Tahoviy zikr qildi. Imom Tahoviy dan oldin aqidatur roziyya endi keldi bu va hokazo. Al-mabhasur rabi'
keyingi abhas qoida qawlu sahabi fi ma la majala lil ra'yi fihi hujja. Sahobiyning ijtihodga majol bo'lmagan masalalardagi sözü hujjat degan qoida. Ya'ni ijtihodga daxli bo'lmagan g'aybiy masalalar yoki oxiratga taalluqli masalalar va hokazo, mana bu masalalardagi aytgan sahobiyning sözü hujjat bo'ladi. Hujjat hisoblanadi. Agarki Rasululloh لا مجال للرأي فيها دیگه اجتهاد قلش که مجال یوک اجتهاد قلنا دیگه مسئله مست یعنی اجتهاد بلن یتلا دیگه مسئله مست هم دی اجتهاد قلب بر حکم گه بارب دی بولشی هم کم دی بولشی هم کم دیگه مسئله مست بلکه فقط که نه خبر آرکالی گی نه کلش ممکن بگم مسئله ده یعنی اجتهاد که داخل اجتهاد داخل بوم بگم بر مسئله لر دایت کن سوز لر جد خصف نده صياغة القاعدة هذه القاعدة عبر عنها بعض العلماء بقوله قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال ما نشاء يعني اجتهاد كمجال بومجان اجتهاد ندخل بومجان مسألة لاردا صحابي نسوز حجة ولادا المعنى الإجمالي للقاعدة قاعدة إن أمومي ما نصيكسك إذا كان قول الصحابي في الأمور التي لا مجال للرأي فيها والاجتهاد رابر الفكر يكي اجتهاد قلشن مجال بومجان أورن بومجان ishlarda sahobiy bir so'z aytgan bo'lsa bima'na annaha laysat mimma yudraku bil bahth va i'mal al fikri izlanib fikr yuritish bilan idroq qilib bo'lmaydigan bir masalalar bo'lsa va innama hiya min al umur al ghaybiyya aw al ta'abbudiyya aw min al muqaddarat al shar'iyya mana shu uchta masala nimaga misol bo'ladi ijtihodga o'rni bo'lmagan masalalar yo g'aybiy masalalar yo ta'abbudiy masalalar falon ibodat falon tarzda qilinadi desa mana bu birov o'ylab turib mana shunaqa ibodat qilinarkan deb demaydi albatta nas kerak bunga ijtihod bilan aytiladigan narsa emas ta'abbudiy masalalar av minal muqaddaratish shar'iyya uchinchi misol bunga shar'iy nimalar o'lchovlar shar'iy o'lchovlar deymiz masalan zakotni nisobi masalan va hokazo bular albatta ijtihod bilan aytilishi kerak bo'lgan narsa emas xabarga tayanadigan narsalar hada nav min aqvali sahobati hujja sahobalarning mana shu mavzularda aytgan so'zlari hujjat hisoblanadi. Ya'ni hujjat hisoblanadi bu sahobiyni o'zini so'zi bo'lsa, ya'ni Rasulullohga nisbat bermasa ham, chunki Rasulullohga nisbat bersa o'zidan hadis hisoblanadi, muammo yo'q. Wa zalika anna mithla hadhihi al-umur lamma kanat la tudraku bil-ra'y wal-ijtihad fa yu'lam anna as-sahobiy lam yaqulhu min 'indi nafsihi. Nima uchun hujjat hisoblanadi? Chunki bu masalalar ijtihod bilan bilish imkoni bo'lmagan bir masala bo'lganligi uchun aniq bilamizki sahobiy buni o'zi aytmagan chunki ijtihod bilan aytiladigan masala emas ijtihod bilan aytgan ekanda deyilmaydi bal bi tawqifi minan nabiy sallallohu alayhi vasallam balki rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavqifi bilan ya'ni rasulullohdan eshitgan narsani aytyapti shunchaki rasulullohga nisbat bermagan holda aytyapti deb gumon qilinadi va yakunu zalika fi hukmi al marfu'i ila an nabiy sallallohu alayhi vasallam va bu rasululloh sallallohu alayhi vasallamga marfu' bo'lgan hadisni hukmida bo'ladi qarang rasululloh aytdi deb aniq aytmaymiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayni mana shu lafzni aytmagan bo'lishi mumkin uni sahobiy ma'no bilan yetkazayotgan bo'lishi mumkin lekin rasululloh aytganini hukmida bo'ladi deymiz marfu deganimiz to'g'ri rasululloh aytgan hadislar fi hukmil marfu degani shu rasululloh aytgan so'zni hukmini oladi lekin min babir rivoyati bil ma'na lekin ma'no bilan rivoyat qilish bobidan bo'ladi ولا يصح بناء على ذلك ان يقال فيه هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو چون بو رسول الله نين سوزلاري деп ачык айта алмаймыз чунки расулдан башкачарак лафз билан айткан болушу ham мүмкүн сахаби модамки буну расулллахка нисбат бермадимы айни мана шу сөз мана шу лафз расулллахнын сөзү экен деп айта алмаймыз у лекин иштихатка орны болмаган масала болган үчүн расулллахтан эшитип айткан сөз болсо керек деп hükм берилди قال المجد بن تيميه رحمه الله فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس صحابي bir sözde aytsa-yu u sözge qiyas bilan yetişib olmaydigan bir söz bo'lsa ijtihod bilan qiyas bilan yetiladigan söz emas fa innahu yajibu al-amalu bihi unga amal qilishimiz vojib bo'ladi va yuj'alu fi hukmi at-tawqif al-marfu' marfu' hadisni hukmida hisoblanadi bi haythu yu'malu bihi unga amal qilinadi va in khalafahu qawlu sahabiyin akhar agarki boshqa sahobiyning sözü unga xilof kelsa ham deyapti ya'ni boshqa sahobiyning so'ziga xilof kelsa ham lekin boshqa sahobiyning so'zi ijtihodga o'rni bo'lgan bir so'z bo'lsa bu bir sahobiyning so'zi esa ijtihodga o'rni yo'q bo'lgan bir so'zni aytgan bo'lsa bu xuddi hadisdek muomala qilib narigini esa sahobiyning so'zi hadisga qarshi kelsa sahobiyning so'zi olinmaydi deb muomala qilinadi nassu alayhi fi mawadi' nassu alayhi desa albatta hambali mazhab kitoblarida g'oliban imom ahmadning so'zlariga nas deyiladi
نص عليه، يعني إمام أحمد بنا نص نصا أيتكان ديان معنى. مجد بن تيمية حنبلي مصاب علمالارنا كتلاردان. إندي منا شو قايدة تعلق لي أنا بالمهم مسألة 196 بيتك 3 خاشية اعتبار بيرلر. من العلماء من استثنى الصحابي المعروف بالأخذ من الإسرائيليات. بعض علمالار منا شو مسألة ده إسرائيلياتتان كوب خبر بوغان عادتا إسرائيلياتلارنا خبرنا beradigan bizga yetkazadigan sahobalarning so'zini bundan istisno qilishgan, mana bu qoidadan istisno qilishgan. Qol ibn Hajar deyapti Nusxatun Nazarda, va misalul marfu'i min al-qawli hukman la tasrihan deyapti. Ya'ni marfu' hadisni hukman, marfu' hadisni o'rniga o'tadigan hadislardan biri deb turib, an yaqula sahobiy allazi lam ya'khudh 'an al-isroiliyat ma majal al-ijtihad fihi deyapti. Ijtihodga o'rni bo'lmagan bir masalani sahobiy aytishligi deb turib الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات تقييد خلده إسرائيليات لردن أميدين صحابي بوسجنا چونك قرين ده عذر إسرائيليات لرده إسرائيليات تبترو شو أهل كتاب لردن آلنجان خبر لر جايتلادم شو لان كتاب ده آلنجان خبر لر جايتلاد قاخ ده بو غيبي نرسلر اشتخاط كأورن بو مجن غيبي نرسلر رسول الله صلى الله عليه وسلم دن اشتكن بولش مس بلكي وش إسرائيليات لردن أبعد تكن بولش احتماليا برضه چون اسرائیلیات‌لردن عالش لیگ معلوم بودن صحابه‌لردن بو صحابه‌لردن من بو قاید دن نمخلامس استناقلام بذیش که علما لر چیکه اولان غایبی ات که نرسه لر رسول الله تماس اسرائیلیات نه اشتیان بسه چه بونه بز مرفون حکمی بیرامیم زدید مرفون حکمی بیرامیم زدید خرین لی ان اخباره بذلك یقتضی مخبرا له از بو اصل قایدانه نمس ابن حجر سوزن دوامه اصل قایدانه دلیله نمی اچن بز صحابينين اجتهادك أورني بوما جام مسألر داجي سوزنا معرفو حديث دب صبلا يبمس چونكي إخباره بذلك بحق خبر بيرشة يقتضي مخبرا له كم در خبر بيرجان لجنة تقاضى خلادة أزدان كيف أسمع يبتدين اجتهاد دب أورني بوما جام ناكين وما لا مجال الاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ما نشو كم در عيد كام بنا ولا موقف للصحابة إن يعني صحابة لرجع كم عيد كام بروش ممكن إلا النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم او بعض من يخبر عن الكتب القديمه لكن متقدم كتاب‌لردن خبر بيرادگانلار وشه كتاب‌لردن هاب اسرائيلاتلردن هاب ايتكن بولوشو ممكن فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني دگانا ikinci قسمدان احتراز قلش چون من ابو الذي لم ياخذ عن اسرائيليات دگان قايتني قوشيب قويدك ديابت شو اسرائيلاتلردن قلشي بلان تانيلمگان صحابيني سوزي حجت بولادي اجتهادكا اورنيق بولغان مسالالاردا ديمس چونكي اسرائيلاتلردن قلشي انيق بولسا عبد الله بن عمرو بن العاص مشهور ديش هذا اسرائيلاتلردن olishligi مشهور ديدي و اوندان بمودا غيبي ابراهيم بر مساله كيسا و هكذا بونو بس مرفون حكم بيرامز ديل ميدي مرفون حكم بيرميمز چونكي اسرائيلاتلردن بولوش احتمالي بار اثر القاعده في المسائل العقديه خب بو قاعده انا عقيدوي مساله للقتاسر فيه خمس مسائل مسائل بيش مساله بار المساله الاولى اثبات الاسم الاعز لله عز وجل الله تعالى أعز اسمه إثبات قلش أعز اسم بارمي وهم من أسماء الله الحسنى الثابتة له عز وجل اسم الأعز وهو بمعنى العزيز الله تعالى أسماء حسنى لردن بره الله تعالى ده صابت بقى اسم لردن بره أعز اسمه أعز شو عزيز اسمه معنى صدا دي اللي يبت هنا اسم أولا راق ذكر خيان أولا ما لردن تورتنش خاشي دي ايتمس ممن أورده ضمن أسماء الله تعالى ابن حزم في المحلة والقرطبي في الأسنى وابن الوزير في العواصم والقواسم نشوء لهم على أسماء الحسنى ذكر قلش كان ويدل على ثبوت هذا الاسم خبو اسم نصاب دبول الشجاع دليل ما أثر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ذنك كان أسهر ديبت أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة صفا بلان مروان أرس ذا نمدي شاركان رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم إنك أنت الأعز الأكرم تبقى تلك النار أنا شير ذا سين أعز وأكرم بغان ذات سان دبكي ليبت أنا بو إكت صحابي ذنك كان أسهر بو لماذا أكرم اسمني ينقوش قوي مادك دي إلسا چونكي القرآن ده أتشخ كيلده اقرأ ربك الأكرم بو أتشخ كيلده أتشخ كيلده چون بون بو يركي رقز مادك لكن أعزنا بيزو فقط ما نشف أسهر ذكي يعني. الربط بين القاعدة والمسألة قاعدة بلا مسألة أرسل علاقة شوكي تظهر علاقة هذه المسألة بالقاعدة في أن ثبوت هذا الاسم لله عز وجل مما لا يدرك بالرأي والاجتهاد دمك الله تعالى أعز اسم باري ولقي اجتهاد لمسألة ما استبه
اجتهاد قلب بالنادي يا مسألة ماس أو وروده عن صحابيين جليلين إن بو اكتا اسمنا بو اسمنا اكتا صحابي دان وارد بولوشة ممن لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات إسرائيليات لردان علش بلان تان المكان صحابة لردان كيان بولوشة يدل نما دلالات خلاد على أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بالتوقيف وار فيكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع نحكم ده بولادة لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات يعني لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات تذك فاستا وكان ابن مسعود ممن ينهى عن الأخذ من كتب أهل الكتاب اللي كما في فتح المغيث كما نبوهم لما دان درق برادة ابن مسعود إسرائيلات لاردان وما كان بل كيوز أصلا قيتر كان لابو نارسدان اللي وقد جاء في كتاب معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى فهذا الاسم يعني الأعز ورد في دعاء اثنين من الصحابة هما عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وورد عن تابعي ومثل هذا يكون له حكم الرفعي معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ذي كان كتاب خليفة التميمين كتابه مدينة ذاقي أستاذ لاردان أنا شو كتابه ده demek bu isimni isbot qilgan va ikkita sahobiydan bitta tobiindan kelgan deyapti bu esa nimani lahu hukmu rafi marfu hadis hukmida bo'ladi deyapti ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن ثبوت هذا الاسم لله عز وجل بأثر ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما يقي رضي الله عنهم لا يعارض ما في كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة من أن باب الأسماء والصفات توقيفية لا يتجاوز فيها القرآن والسنة أهل السنة والجماعتنا عقيدة كتاب لاردا أسماء صفات فقط نمدان ألنده قرآن سنة ألنده باشقا نرسى بلان اسم صفات لار إثبات قلم ميدة ديگن سوز جزت ماس مي قرآن سنة ألنده دب ترب قاندي صحابة دان ألي أبنز ديش ممكن ده قرآن سنة سوز جزت لاندن ما يبتكو ديگن سوز جزت ماس مي هذا صحابين سوز بلان بل اسم إثبات قسيك ديگن نمجا جواب بالمحشة لأن هذا الأثر لما أعطي حكم المرفوع فيعتبر كأنما ثبت بالسنة دي چونك صحابين سوز marfuni hukmini olgandan keyin go'yoki sunnatdan sobit bo'lganday bo'ladi marfuni hukmini olmasa biz sahobiyni so'zini sunnat demayapmizda yoki uni marfuni hukmini bermayapmiz lekin ijtihodga o'rni bo'lmagan masala bo'lganligi uchun bu albatta rasulullohdan eshitganki shuni xabar beryapti degan e'tiqodda bo'lganimiz uchun go'yoki baribir marfuni hukmini beryapmiz shuning uchun go'yoki sunnatdan sobit bo'lgan bo'lib qolaveradi ولعل هذا هو المراد من كلام أهل العلم الذين صرحوا بأن باب الأسماء والصفات يؤخذ فيه بقول الصحابة احتمال بعض أهل العلم لارنا أشق صحابة لارنا سوزو بلان هم أسماء صفات لار صابت بولاد ديگان علماء لارنا سوزدان مراد هم من شو يعني صحابة نقانا سوزو اجتحاد كورنا بومجان سوزو هجات بولاد چونك هو أصلا سنتنا حكم دا بولاد كما قال الآجري رحمه الله اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل علي أهل الحق الله نمولا صفات ليدا بما وصف به نفسه عز وجل وزن صفات لغان صفات لربلان وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم رسول الله صفات لغان صفات لربلان صفات لشهد صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنه وصحابة لا صفات لغان صفات لربلان صفات لشهد علي صحابنا الله خذ اعتيبت وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع سنة غير قشب بدات يولد يرمجان ولا مالان مصحاب شو ديابت وقال ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية تدلركي ثم القول الشامل حموية كتاب ده ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث شير ديام شتن أرسان أتشق أيتب keyin yana qur'on hadisdan tashqariga chiqilmaydi deyapti chunki o'sha uchta narsani uchinchisi sahobiyni so'zi nimaga qaytadi sunnatga qaytadi deymiz al masalatu thaniya ikkinchi masala isbotul qadamayn lillahi azza va jall alloh taoloning ikkita oyog'ini isbot qilish masalasi روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إمام بخاري ومسلم ده أنس بن مالكتان قيدagi حديث كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدلر كي لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد جهنم جا شو دوزخ حقلي بوغانلار ولاختر الاشتا دوام اتادي حتى وتقول هل من مزيد يعني زيادة بارما زيادة بارما دب زيادة انطلق قلادي جهنم حتى يضع رب العزة فيها قدمه تا الله تعالى قدمنا يعني اياهنا جهنم قويقنجا فينزوي بعضها إلى بعض شنده جهنم بربرقة كرشب كشرايب وتقول قط
قط كفاية كفاية ديدكين بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل جنة تيسا فضل أشبقان أورنلار جنة أهل جنة إكرغان كين هم أشبقان أورنلار مكانلار بولاد حتى ينشئ الله لها خلقا الله تعالى أنه أنجا مخلوقات لان يرتب جنة كرغزاد فيسكنهم فضل الجنة شو جنة أرتبقان جاينا أولارغا مسكن قبيرادة ديل يبت Mana bu hadis Alloh taoloning rahmati g'azabidan o'zib ketganligini ko'rinishlardan bir ko'rinish. Inna rahmati sabaqat g'azabi degan hadisni bir nimasi tasdig'i mana bu hadis. Chunki e'tibor bering, hozir jahannam ham bo'sh joy qolib ziyodan talab qilyapti, jannat ahli ham jannatga kirgandan keyin bo'sh joy qolyapti. Alloh taolo jahannamda bo'sh joy qolganda kimnidir yaratib jahannamga tashlamadi, balki oyog'ini qo'yib جهنم کشرایی بود و شبلان تولد کفایه کفایه دید لیکن جنت که ایسه نمخل دید الله تعالی برار بر حمل قمگن بر محلوقات لن یارتب از فضل بلن نمخل دید جنت تاگی آرت خاگن جایی کرگز دید بو اشه این رحمتی سبقت غضبی حدیث نبر مثلا تصدقه من شو حدیث ده نمه کلیبت آچق الله تعالی آیاغنو قویه دید کلیبت بعض بر احل کلاملر من شو حدیث نه قبول قمستن nima deyishgan imom buxoriy va muslimda ham yoki buxoriylarda ham zaif hadislar bor deb turib mana shu hadisni keltirgan agar buxoriy rivoyat qilsa ham buni deyapti ya'ni bu san'at jihatdan bir ayb topmayapti masalan san'atdagi falon kishi zaif ekan uni buxoriy masalan ijtihod qilib endi uni sahih qilib chiqargan ekan unaqa gap yo'q masalan san'atni gapi lekin ma'nosi ular qabul qila olmaydigan ma'no bo'lgani uchun bu zaif bo'ldi buxoriy rivoyat qilganligi bizga hujjat bo'lmaydi demoqchi agarki buxoriy rivoyat qilsa ham bu bab zaif hisoblaymiz qanday qilib allohga oyog'ini isbot qilish mumkin deydi dalla hadal hadis al marwi fi sahihayn ala thubut sifati al qadam lillah azza va jalla lekin ahli sunnani e'tiqodi mana shu hadisda kelgandek alloh taoloning oyog'i bor deb oyoq sifati bor deb e'tiqod qilamiz va hiya sifatun zatiyatun khabariyatun yuthbitu ahli sunna wal jamaa ala haqiqatiha ala al wajh al laiq bi jalalihi subhanahu wa ta'ala bu zoti bo'lgan xabariy bo'lgan sifatlardan ahli sunna kayfiyatiga kirishmasdan allohga ulug'ligiga loyiq ravishda bu sifatni isbot qiladi qala al imam ash-shafi'i rahimahulloh alloh imom shofiy aytadilarki lillahi tabaraka va ta'ala asma va sifat alloh taoloning ism sifatlari bor jaa biha كتابه أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته الله نكتاب ذكي جان رسول الله والسنة خبر برجان أمتي خبر برجان اسم صفات الأربار وأن له قدما شنو دوام ده أنا شو سوزن دوام ده أن له قدما الله نا أياه غبار دب كلاده الله نا أياه غبار دب كلاده بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه حديث كرادد يعني جهنم فيها تجي حازمير جهنم يقيت هذا دين ماش ونا ابن أبي يعلى طبقات الحنابلة كتاب ذا إمام شافعي نسات بيريان وأما بيان العدد في هذه الصفة وأنهما قدمان فلم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من أبو حديثتان أياق صفة إثبات قلامزو لكن عدد بيان قلم ماذا عدد برب الحديث بيان قلم ماذا وإنما الذي ورد فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما أبو حقتا ابن عباس لان كيجان أثر بار رضي الله عنهما فقد صح عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره كرسي بو اكتا اياخنين اورنا اكتا اياخنين قويا ديگان اورنا ديگانلار عرش اسا اندي اونا كتا لگنا الله تان باشقا ايش كم بالميدا بنا مقدارنا دي اللي يبتو ولذلك أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى تثبت له القدمان أهل السنة من شوي ابن عباس رضي الله عنهما نين يساردان كيف تشخف والله تعالى إثبات قلنا ديان أو يخلال النصان اكتدي شهده وأما النصوص الواردة في السنة التي جاءت بإفراد صفة القدم لله عز وجل فلا تنافي التثنية أما سنة مفرد صيغة صدى الله كإضافة قلنا شه قدمه يكي رجله دبترب أياهنا يكي قدمنا قيادة دب مفرد بكتلش لجي لا تنافي التثنية تثنية جزت مس لأن الذي فيها چونك بو حديث لاردا مفرد مضاف مفرد مضاف وكلي يبت زميرجا وهو من صيغ العموم مفرد مضاف قل إضافة قل إنجان دان مانا إفادة قلادة عموم إفادة قلادة دمك باشقا حديث لاردا اكتالي كي جان بسا شو اكتالي كان لغن إدارة قلادة بو بربر جزت ماس الربط بين القاعدة والمسألة قاعدة مسألة علاقة
لكن مسألنا يقال ده قاعدة على كاسوكي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل. كرسي هو الله تعالى اكتا قدمنا قويا ديجان جاي ورنا ديابتا، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. عرشنا عالده ده خد مقدمة سفتده ديابت كرسينا. وقد صح ذلك عن ابن عباس موقوفا بو ابن عباس تان صحيح كيان ان دبز قايدة من شير ديش لاتيابت تطبيق ليابت شيخ قايدانا. ومثل هذا له حكم الرفع بنقوخ شاش أسار نجا مرفوع حكم برمز، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه چونك اجتحاد كورن يخب مسألة ده. وما قيل أنا إذن قرين سوال إسك جواب، وما قيل من أن ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ عن بني إسرائيل فلا صحة له. ديابت ابن عباس إسرائيلي أطلع على ديجان صحابيك وبنو سوزي نابو مير بز كم نستثناء قلدك إسرائيلي أطلع دان على شبلا معروف بغان صحابا سوزي نمقميد ديدك أم هنا مستثنى بو قايدة دان ديدك شنجة جواب بير بيت يابتك يوك بو صحتي يوك بو قابت ديابت ابن عباس هنا مشهور بو مجان بل الذي صح عنه في البخاري قال بل كي بخاري دا ابن عباس تان كي جان صحيح سوزي شوكي أنه كان ينهى عن الأخذ عن بني إسرائيل وعن إسرائيل دان على شتان أصلا قيتر أردلر صحيح البخاري دا من جنش خاشية دائت فقد أخرج عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. من أبو حديث هام يوكي من أبو أسر هام أتشق ابن عباس بأنه إسرائيل دان على سبيل معروف هم قال لي دليل لم يشب دقانا حالة باشقا نرسك باشقا يا أزغار مقان يكو باشقا نرسك كرم مقان دقان برمانا مثلا سوتك سو araştırırsanız فيها شائبة الماء dedi. Yani su araştırıp dediğimiz. Lam yushab degan xuddi ahli kitoblarga boshqa narsalar ziyoda qilingandek, kitob qilishnisi ziyoda qilinmadi degan bir ma'no. Bal alladhi sahha anhu fil Bukhari annahu kana yanha an al-akhdh an bani Isra'il fa ahli sunnati wal jama'ati 'ammatuhum 'ala anna al-kursiyya mawdi'u qadami Allah 'azza wa jalla. Demak ahli sunnan e'tiqodi shu kursi deganda الله تعالى نكتا قدم نقول هذا جان جاي تشن هذا. وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم وأئمة التحقيق ديلر من شوير ذا تجيد شيخ تيمين رحمه الله نسوز لرا خب شوير ذا أشعري لار إتراز بالدر هذا ابن عباس رضي الله عنهما أسر زايف كل شيء أورن كبر هذا لكن صحيح بو باشكا صحابة لاردن نام كيان كين أي شيء ذكي مال صحيح بوجان تختار دهام الكرسي موضع القدمين هيدا موضع مقدمي هيدا ما ذكو ديدا الله كي إضافة قلم ما ذكو ديدا نيجي بون الله نقدام دي أبسلا ديدا لكن بو بعض بر أثر لاردا أشق إضافة بلان كيان آيات التي تتوهم إشكالها أو يتوهم إشكالها في القرآن ديجان بر اعتقاد كتاب لا حق ده اتكان مزدا بر كتاب إشارة خلوده وش كتاب ده أنا شو مثلا نيم أيتب كم لردن كي جان لجنيم أيت كان ده هذا اسم ده بار يعني قيس يعني صحابي لردن شو عين إضافة بلن كي جان لجي كم لردن كي جان شو لردن هم نمخ جان بيان خي جان ده أبو موسى الأشعري دن كي جان ده والله هلا ما أدش مسام يعني باش خلردن كي جان برش كري خلاص إضافة بوب كي جان أثر لرن بار وبر إكينش دن ولارن أيت كان جابه bu shunchaki qandaydir javob berib chiqib ketish xolos. Chunki asarni sahih bo'lish bo'lmasligi u yoqda tursin. Qur'onda bo'lgan izofani olmadinglar-ku deymiz. Lima xalaqtu bi yadayya, xo'p izofa bilan keldi. Nega olmaysizlar? Demak, bu betta izofa bilan kelish kelmaslikda emas. Maqsad o'shani qabul qila olmaydi u. Nimadir javob berish kerak, yo bu izofa emas, yo bu falon falon deb yo sihat haqida yo biron bir javob topish kerak xolos. Shu bobdan ular qutulmoqchi bo'ladi, lekin asosiy nima ularni qabul qilmasligi shu izofa bo'lib kelganda qabul qilardi degan narsa tushunilmaydi. Uchinchi masala javaz vasfillahi azza va jalla bil azmi. Alloh taoloni azm sifati bilan sifatlash joizligi. Al azmu sifatun fi'liyatun sabitatun lillahi azza va jalla. Azm bu fe'li sifatlardan, Alloh taologa sabit bo'lgan fe'li sifatlardan va daliluha atharu ummi salama. أنجا دليل أم سلمة رضي الله عنها ذن كالجان أسر في صحيح مسلم أنها قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة وفاتت كان ده أنا يحشكم بولارد أبو سلمة ده يحشكم هم بولارد رسول الله نسى صحاب الأردن بوسى ديدم ديد. ثم عزم الله لي فقلتها قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عزم الله لي فقلتها
nimani aytdim deyapti? Musibat kelgandagi duo nima edi? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun edi. Shu unga o'rniga boshqasini beradi deb keladi-yu. Aytsa, o'rniga boshqasini beradi deb keladi-yu hadisda. Shunda endi o'rniga boshqasini beradi desa, undan yaxshisi kim bo'lishi mumkin deganda? Lekin bab Alloh taolo azm qilib, azamallohu li deb turib, qultuha, bab shu duoni aytdim deyapti keyin. Aytdim, haqqata bu salomadan afzalroq bo'lgan Rasululloh nasib qildi Alloh taolo demoqchi. Mana shu so'zda azamasi nimasi kelyapti? Azamallohu li deb kelyapti. Qola shayxul islom ibn taymiya va hal yajuzu wasfuhu bil azm. Alloh taoloni azm sifati bilan sifatlash joizmi yo'qmi degan masalani zikr qilib, fihi qawlan, ikki xil qavl bor. Ahaduhuma al man'u. Bo'lmaydi deganlar bor, ka qavlul qodi Abi Bakr va qodi Abi Ya'la. والثاني الجواز لكن سجائز دجان لربار وهو أصح تيبت بطورق فقد قرأ جماعة من السلف فإذا عزمت فتوكل على الله آيتنا باز سلف لر بالضم زم بلا أخفترب فإذا عزمت فتوكل على الله قراءة مباركة عزمت دب وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة ثم عزم الله لي وكذلك في خطبة مسلم فعزم لي إمام مسلم sahihlarini muqaddimasida ham xutbasida ham mana shu nima lafz ishlatilgan fa azamali degan lafz ishlatilgan. Ha, azm qilmoq o'sha o'zimizdagi qasd qilish ma'nolarga yaqinroqda. Ha. Demak, hozir azmni sifatini isbot qilganlar ikkita dalil dalil qilyapti. Biri fa iza azamta fatawakkal ala Alloh oyatini ikkinchi bir qiroati fa iza azamtu deb kelgan deyapti. Bu bitta dalil, ikkinchi dalil Ummu Salama radhiyallohu anhadan kelgan asar bo'lyapti. Arrobt bayn al-qoida wal-masala tabayyana min kalam shaykh al-islam as-sabiq anna thamma khilafan fi ithbat sifati al-azm lillahi azza wa jalla wa anna man athbathaha sifatan lillahi istadalla ala dhalika bi athalin an Ummi Salama radhiyallohu anha wa dhalika bina'an ala qa'idati qawl as-sahabi fi ma la majala lir-ra'yi fihi hujja wa dhalika anna Ummu Salama la yumkinu an tasifa Allah azza wa jalla bi hadha al-wasf min 'indi nafsiha fayakun fi hukm al-marfu'i wallahu a'lam bilayt. Ummu Salama onamiz o'zlaridan kelib chiqib bu sifatni isbot qilmagan, balki bu ishtihodga o'rni yo'q bo'lgan masala bo'lganligi uchun marfuni hukm beriladi deyishgan debdi. Shu yerda to'xtaymiz, bu yog'ini keyingi darsga qoldiramiz. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.